حول يا غنام حول بات الليلة قولي شباك أبا حدو. السلام عليكم ديبو. عليكم السلام والله عبدي لك أبا حدو. لك شباك صحتك صحيان لهلا؟ ما قدرت نام. انت ليش كمان فاتح لحد هلا؟ يا عم بعمل شوية حسابات بس انت شو مصحيك لهلا؟ والله يا ديبو صايبتني حالة اكتئاب. حالة شو؟ حالة اكتئاب غريبة عم لك. وهلا شفت الزعيم وحكيت له. ليش الزعيم بالحارة؟ هلا شفته. روح أبو حدو روح لسكر روح. لك شو صار لك فجأة؟ بلا ما يجي الزعيم وسمعنا كم كلمة. لك راح راح. هلا كان ناحي الطنبور. أنا شفته بعيوني. مهم أبو حدو هلا بدك شي؟ لك شلون بدي أخلص من حالة الاكتئاب؟ أبو حدو بدك تخلص من حالة الاكتئاب؟ لك طبعاً. أبو حدو راح أعطيك عشبة تشربها وبتدعي لي. بس وينك أبو حدو؟ ما بدي إياك تخبر حدا. يعني شو هي العشبة السرية؟ هلا سرية ولا مو سرية أبو حدو؟ إذا بتوعدني ما تحكي لحدا بعطيك إياها، وإذا ارتحت عليها بتجي لعندي بعطيك غيرها. بس وينك؟ إذا بتحكي لحدا أنت الخسرانة. خلصني خلصني هذا 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 أعطيني إياها. ناولني خمسة متليك لشوف. شو هاد؟ قديش خمسة متليك؟ ومشان شو الخمسة متليك والله؟ لك هي العشبة غالية بس حقها معها وحياتك. طيب بمشي حالها. لا بعطيك ثلاثة متليك وبصفي عليه متليكين لبكرة. حياة شواربك يا أبو حدو رح ترجع وبدك تجيب اثنين متليك معك وبدك تدفع خمس متليك تانية لتاخد غيرها. وفات يا بي. ناولني ثلاثة متليك. وعي ثلاثة متليك. بالهنا والشفا يا بي. بس انت لك ابو حدو انو ساعة بكرة بتفيق؟ والله ما بدي بي بس لحتى تضرب الشمس بشباك غرفتي. معناها بتفيق على الخمسة بوش الصبح ما هيك؟ لك لا ديبو انا شباكي على الغربي. انا للخمسة العصر لتضرب الشمس عندي. عمل لك مرحبا زهير. Amerika ini.